البيشي، البيشي سيطر على كرة للعبود، العبود مرور ممتاز، العبود بعدها يلعب كرة لشنقيطي، شنقيطي بعرضية ورومارينو في تسديدة ترتد من الدفاع، ترجع مرة ثانية التسديدة ترتد من مدافعين الطائي، ترجع للطائي مرة أخرى الاتحاد يستعيد كرته من جديد في محاولة مرة أخرى تلعب في الناحية اليسار الشمراني عرضية جول رومارينيو روما يسجل الهدف الاتحاد الأول يوثق عقده هنا في مرمى لوكوف يوثق عقده في مرمى الطائي رومارينيو هدف أول للاتحاد بعد عرضية رائعة جدا من الشمراني شوف الكرة الملعوبة للشمراني ثم العرضية من الشمراني إلى روما ورومارينيو في كرة ما فيها تسلل سجل هدف الاتحاد الأول ومعها رومارينيو يوثق عقد الجديد مع الاتحاد بهدف أول في صالح الفريق الاتحادي هدف دون رد إذن للنمور في مرمى الطائي الاتحاد من يتقدم أولا في شوط المباراة الأول عبر هذه العرضية المثالية إلى رومارينيو ورومارينيو ليتمكن من التسجيل يتنفس الصعداء السيد كوزمين كونترا مدرب الفريق الاتحادي لكن على الجانب الآخر الروماني